بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات على نص نداء للشباب. تدريب بيقول اقرأ ثم أجب. سلاما شباب النيل في كل موقف، على الدهر يجني المجد أو يجلب الفخر. تعالوا فقد حانت أمور عظيمة، فلا كان منا غافل يصم العصر. تعالوا نقل للصعب أهلا، فإننا شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرة. السؤال ألف بيقول هات مرادف يجني ومضاد غافل وجمع مجد. السؤال به بيقول مع من يتحدث الشاعر، ولماذا خصهم وحدهم بالذكر. السؤال جيم بيقول ماذا طلب الشاعر من الشباب. السؤال دال بيقول علاقة شباب ألفنا الصعبة بما قبلها، توكيد ولا مقابلة ولا ترادف ولا تعليل. لو فكرنا شوية بتركيز هنقدر نتوصل بإذن الله للإجابات الصحيحة للأسئلة، بس انتوا ركزوا أكتر تقدروا توصلوا للإجابات بإذن الله. خدتوا وقتكم في التفكير؟ طيب تعالوا مع بعض نشوف الإجابات الصحيحة. سؤال ألف مرادف يجني يعني يحصد، مضاد غافل منتبه، جمع مجد أمجاد. سؤال به يتحدث الشاعر مع شباب مصر وخصهم وحدهم بالذكر لأن معدنهم الأصيل يظهر في المواقف العظيمة دائما. سؤال جيم طلب الشاعر من الشباب أن يقبلوا فقد دقت ساعة العمل وحل المشكلات الخطيرة، ويؤكد أنه ليس بيننا مهمل ولا غافل، يكون وصمة عار في عصر التقدم والنهضة. سؤال دال علاقة شباب ألفنا الصعب بما قبلها، طبعا هي تعليل. وبكده نكون انتهينا من حل التدريب. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.